شنو قلنا سميتها؟ تمرصات. تمرصات. رشيد من مدينة وجدة، سوق الخضر باب سيدي عبد الوهاب، ساحة المغرب. بالنسبة ديال التمرصات، مرصيطة كما يقولوا في الغرب، كيديروها مع الحرشة، تنطحن وتندار مع الحرشة وزيت الزيتون، كتجي زوينة مع الحرشة، كتطلق واحد اللوغو زوين. لا باقي كما العادة، غير واش نتمنوا ان شاء الله ما تمشيش هاد التقاليد ديال بكري. غير في المنتي دابا كان غير في وجدة، ما كانش في الغرب. النقلة ديالهم بكري دارت في وجدة، هنا بقات هنا في وجدة، يعني الوجه هذا كيعرفوه معروفين بالمانتي، حتى هو فيه واحد لوغو، يعني سبيسر من درما اتاي كيعطيك واحد لوغو فيه واحد المذاق زوين كيجي في اتاي. الزبرة كاين، بالنسبة للحمرة كاين الشيء ديال الغرب ديال الدكالية كاينة، وكاين واحد الرطيلية، وفيها كاين أنواع بزاف ديال القرعة. بالنسبة لوجدة عندنا ديك السيبسي كتوجد في الصيف، وهي كت بعد ما كتخليها في تخليها ما تقلعهاش كتبقى كطوال وتولي حمراء، يعني تولي بحال قالوا صحيح. حنا عندنا الشكل طويله، يعني البلد كنقولوا البلديه كتحمر وتولي طوال وتولي حمراء، وتخليها مده بحال الدكانيه، وتندار في الطعام بحال نقولوا كونفيتير، ولا ديرها سوب، ولا يعني كتجمع كل شيء. تاهي معروفه غير بطاقه الشرقيه. اه ما كانش في الغرب، كان غير هنا في جهتي. يعني كان لوبيا غريني دابا وقتها، كاين واحد النوع ديال لفت المره تجي من المحفر، حتى هي فيها واحد لوغو بوحدو. وكاين كما قلت لك درعه سيبسي، كاين هاد المانتي اللي هضرنا عليه، هادو تقريبا. كان واحد كان اللي بحال لا صالاد، عندنا واحد النوع ديالنا ديال وجه هنا ما كيكونش في الغرب. هي تقدر كما قلت كل منطقه عندها على حسب على ما اظن التربه ديالها، تقدر تدي هاد النقله لواحد جهه اخرى ما تصدقش. سبحان الله العظيم ديرها غير هنا تشد. هي بالنسبه كما قلت لك هذيك اللوبيا غريني راه معروفه، دابا راه كتخدم في الغرب، وسبحان الله واخا ما تجيش بحال من التوجد ديالنا ديال الحفير هنا ديال الجهه ديالنا، كتكون فيها واحد الماكلات كتجي زوين، دير مع الفت المره مع البسيبسي مع الحليب، كتعطيك واحد في الساعه الطيب وبحال نقولوا وصحيه. تاعي الثمن ديال اللوبيا غريني شحال راه واصل؟ 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم كومين. كانت الماطيشه كانت مليحه، هضرنا على الطماطم كما نبديو بها هي الاولى، ديما نبديو بها، كانت نقص في الثمن. هذه المره عاود راه زادت توا. شحال وصلت دابا؟ ايوا 6 دراهم 7 دراهم للكيلو. 7 دراهم كانت نقصت، انا ما كان الثمن الكروك الصندوق كنا نجيبوه ب 90 درهم 100 درهم، طلعت خطره واحده 150 درهم 140 درهم 130 درهم مشات هكا. المهم راه وصلت ماكسيموم المليح، المليح 7 درهم 6 درهم 7 السوبر، نضلك على اللي حاجه كاليتي ديك الكبيره زوينه الحمراء اللي فيها. وكنشكر قناه شوف تي في، وان شاء الله نتمنى لكم مزيدا من ان شاء الله التالق، ومشكورين دائما وكتوصلوا ان شاء الله هذا الشيء تاع المشاهدين الكرام. وكنبلغ سلامي الحار للمغرب داخل المغرب وخارج المغرب، وان شاء الله خوتنا باوروبا نتمنى لهم ان شاء الله مجيء البلاد ان شاء الله بطريق السلام ان شاء الله، ويكونوا بلاتي لهم في الطريق ومن يكونوا جايين ان شاء الله، وان شاء الله يعيدوا بخير. وتحياتي للعائله الملكيه كامله، ونتمنى ان شاء الله البلاد ديالنا ان شاء الله في ازدهار ومزيد من الاستمرارية في النجاح بهذا الشيء تاع المشاريع اللي كاين داروا، وداك الشيء الحمد لله على بلادنا.